مرحبا، اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. مش عارف، طب ليه لابس نظاره الشمس؟ خلينا نلبسه اياها. والكويس في مالين هبلت مالين هبلت مالين هبلت. مرحبا، كيفكم؟ انا كيفك رضا بسرعه. لا جد جد لازم نعقل اعقل. مش لحنا نظاره اول شيء. اظن انه هيك انا منظري بني ادم عقل صح؟ حق زي الهبل، حق زي الهبل. مرحبا، اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. انا كمال سايلوس. خلينا نخش في الموضوع. ايش نحكي؟ انا بدي اقول لكم عن ايش نحكي. جاي احكي لكم اليوم عن طلعات الشباب. وفي احلى من طلعات الشباب؟ ايش بيخزي؟ لا جد جد خلينا نكون صريحين. جرحت حالي بشيل الزق. شعور البنفسجي من السكر هاي والله قتلتني. اول شيء نقسم طلعات الشباب الى قسمين، الطلعه الفخمه والطلعه الغلبانه، هاي اللي على قد حالها. نبلش بايش؟ على قد حالها. خلي الفخمه لبعدين لانه هذيك كثير دسمه. الطلعه على قد حالها بيطلعوا بيقعدوا في الحاره بالسياره على رصيف بيرتموا في اي مكان قدامهم بيرتموا. ايش مصاريف الطلعه هاي؟ قهوه، كاسه قهوه، واللي بيدخن بيدخن، بيقعدوا مع بعض زي هيك بصفنوا في بعض، فيش شيء يحكوا فيه، قرفانين بعض. هم بيكونوا بالاصل عاملين جروب على الواتساب بيحكوا مع بعض فيه، ففيش مواضيع يحكوا فيها. بيطلعوا بيقعدوا بصفنوا في بعض زي هيك، بعدين كل واحد بيمسك تليفونه بقعد يلعب فيه. يلا نروح، يلا سلام، بحمل حاله بروح، بروح على البيت زي هيك بعمل. بصير يصفن انه انا ليه طلعت اصلا. والزي الرسمي تبع هاي الطلعة ايش؟ اي اشي، حرفيا اي اشي بوجهه. عادي يكون هو مروح من الشغل فلابس قميص، فالشباب بيستنوه تحت، فيش وقت يغير، شيل حل بنطلون حكوا معه، بضل لابس القميص. تحتيه بلبس بنطلون البجامة على الشحاطة، وكل واحدة فرد شكل عادي مش مشكلة. في البوكسر بنزل مقعد ما عندوش مشكلة. بس والله نكون صريحين احلى طلعات، مع انها فيش فيها اشي بس حلوة حلوة. نيجي نحكي عن الطلعة الفخمة. لا لا هاي كثير فخمة، من كتر ما هي فخمة خلاص هلا بحكي. شفت الطلعة اللي عقد حالها؟ هي نفسها بس اللهم اختلف المكان، كافيه، مطعم، مكان مرتب. اليونيفورم اللبسه الزي الرسمي بيكون مرتب، بيكون خلص مشخص، قاعد في مكان مرتب، كل شيء مرتب، نفس الشباب نفس القعده، بيقرفوا من بعض، اخر شيء كل واحد بصير يلعب في تليفونه، بيزهقوا بيروح. يعطيك العافيه. طب ليه طلعنا؟ ليه طلعنا اصلا؟ ليه طلعنا احنا؟ شو؟ شو بتحكي؟ انت مين عشان تحكي؟ هلا اذا بتلاحظوا بعد كورونا، بعد ما انحجروا الشباب وصار في تباعد، قرفوا من بعض، طلعتهم صارت مملة اكثر. والله يعني بطلوا يستمتعوا زي اول. يعني زمان كان يقعدوا كل واحد نص ساعة قبل ما كل واحد يمسك تليفونه، هلا ببلشوا القعدة مسكين تليفوناتهم. اخ الله يرحم ايام زمان. والله كانت طلعات حلوة. كذاب انا صح كذاب. بشوفكم ان شاء الله بالفيديو الجال. الجال شوفكم ان شاء الله بالفيديو الجاي. انا اسمي كمال سايلوس، فور سعيدة تعرفت عليكم. تعالوا نقعد، تعالوا نطلع طلعه هيك، نقعد مع بعض بالكافيه، كل واحد يمسك موبايل ويلعب فيه. يا زلمه اسمع، بتعرف شو يوم من الايام بس تطلع مع شباب اصحابك قول انه اللي بيمسك تليفونه اول واحد ابن اوكي. يلا بشوفكم، باي، سلام. هو خلص بقدر يلعبوا التليفون، شو استفدنا من الطلعه؟